رعى غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين حفل تخريج طلبة الثانوية العامة لمدارس البطريركية في الصوفية ومادبة والزرقاء والفحيص على مسرح مدرسة الروم الأرثوذكس بالفحيص بحضور عدد كبير من أهالي الطلبة والمدعوين. وفي كلمة ترحيبية للأب جريس ميرات راعي كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس قدم فيها شكره لصاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث وبطريركية الروم الأرثوذكس على اهتمامهم ودعمهم المتواصل للمدرسة ومساندتهم للنهوض بها إلى الأفضل. وأشكرك يا رب لأنك كنت معي وأنا أذاكر ليس من أجل العلم ولا من أجل مستقبلي، إنما من أجلك أنت يا رب، لكي يعرف الكل أن أولادك ناجحون وأنك تقف معهم دائما ولا تتركهم، وأن كل عمل يقوم به يكون من أمناء فيه ويكون الرب معهم ويأخذ بأيديهم فيحبك الناس بسببهم. وألقت مدير عام مدارس البطريركية الأرثوذكسية أمير الصناع كلمة هنأت بها الطلبة وذويهم على هذا الإنجاز الذي حققوه، متمنية لهم مستقبلا زاخرا بالنجاح والعطاء. ونحن بدورنا سنعمل بكل جهد لتوفير الجودة التعليمية بالتعاون مع الكادر التعليمي المميز والمؤهل ضمن سياسات إدارية تحاول الوصول دائما للأفضل، طالبين منكم البركة التي سترافقنا من خلال صلواتكم لنقبل قيادة المسيرة التعليمية من مدارسنا على الطريق القويم الذي يرفع من شأن مدارسنا. وبالنيابة عن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث ألقى قدس الأب عيسى مصلح الناطق الإعلامي للبطريركية الأرثوذكسية كلمة شكر فيها إدارة المدارس والمعلمين والمعلمات على حسن أدائهم، وشكر أيضا وزارة التربية والتعليم على تعاونها مع مدارس البطريركية في الأردن. وكما أن كنيستنا تنطلق من مبدأ المحبة فإننا ندعو إلى الالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة والأردن الغالي لمواجهة كل الصعوبات والمخاطر، لأننا نرى في هذا البلد المعطاء أمناً وتعايشاً أخوياً متبادلاً بين جميع أطياف مجتمعه، ونتمنى له مزيداً من السلام والمحبة والتقدم والازدهار والاستقرار. واشتمل الحفل على كلمات للطلبة الخريجين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ووصلة غنائية ودبكات أردنية للفنان هيثم جريسات شاركه فيها فرقة كشافة ومرشدات مارجريس التابعة لنادي شباب الفحيص. وفي نهاية الاحتفال وزع غبطة البطريرك الشهادات على الطلبة الخريجين.